أرواح الجزائر. إحنا إحنا الغل اللي رانا هزين عليكم ما يعلمه غير الله عز وجل. ما عليش لاش شعبنا مليح ولا مش مليح، بصح كي تدخلوا نتوما نقولوا كل ملاح إن شاء الله. هذا هو الهدف اللي بقى لهم يا جماعة. أنا قاعد نقول لكم علاش نحافظوا على البلد، لأن الأعداء كثيرين بجانبنا هنا، بك اليهود ما هنا على جوارنا فقط، بجوارنا بجوارنا على كل الإخوة المغاربة ما مرضين، ولكن الحكام تاعهم اللي جابوهم، حكام حكام التطبيع، حكام الخيانة، حكام الخضوع والخنوع، حكام من القصور إلى القبور قاعد غير في الكرسي نتاعو بالك ما يتحركش، ما عنده حتى حاجة. حكام العجب بهم أنهم يلبسون لباس العسكر، تلقى رئيس الدولة لابس لباس العسكر. ها روح قوم على سودير النجوم هنا سيدي، وبعد تقول هذا أكبر مقاوم ولا أكبر؟ ما كانش. خاوته بجواره يبادون، ما طلع عليهم قرعة عمى، ما عطاها لهمش لقمة تاع رغيف، ما عطاها لهمش. حتى أنا نشوف طفل صغير من جهة رفح تاع جهة مصر يكسر الحيط ويدخل الخاوته في الرغيف، هكذا ما يعطي لهم في الرغيف. طفل أشرف من حكام العرب، ما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة، هكذا علمتنا ثورة التحرير، ثورة الرجال، ثورة الأبطار. هذا نوفمبر، قم وحي المدفع، واذكر جهادك والسنين الأسبع، واقرأ كتابك للأنام مفصلا، تقرع به الدنيا الحديث الأروع. هكذا تعلمنا من الرجال تاعنا، من العربي بالمهيدي وعميروش وغيرهم، ربي يرحمهم إن شاء الله. هكذا علمونا، هكذا علمونا. خلوا الخونة تاع الجنرالات تاع فرنسا يقفوا أمام العربي بن مهيدي وقد جثته مسلوخة، نزع أسنانه بالكلاب، نحلوا الشعر تاع راسه مع الجلد وهو يتألم، وما قرش وما باعش وما خانش. لما مات يوقف السفاح، هذا التاريخ يقول هم يا أحبة رسول الله ما نشحنا، والحق ما شهدت به الأعداء. ما كانش اللي دافع عن الأمة نتاعو، ما كانش اللي نافع عن الأمة نتاعو، والله ردينا الخنوع. خلي نموتوا يا اخي، الموت حياة مرة واحدة برك، خلي نموتوا، نموتوا شرفاء، نموتوا واحنا ندافعوا على قضية الأقصى. يوم يقول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، أنا شفت الناس بكات على البالو على الخسارة على الفريق وما بكاتش على الأقصى. ما زلنا مخصوصين، شبابنا دايرين الأغنى في الطريق، وأخواتهم ما يموتوا. اليهود والنصارى دخلونا البورطابل، درنا فيه الأغنى، درنا فيه المنكرات، فسدوا شبابنا، فسدوا نساءنا، فسدوا كل شيء. دخلوا لبيوتنا بدون سلاح، دخلوا لبيوتنا بدون دبابات ولا طيارات ولا مركبة ولا ولا، دخلونا لبيوتنا فخربوا البيوت. تعلمنا من الثورة التحريرية، ثورة الرجال اللي لبسوا القشابية وكلوا طرف كسرة وتوكلوا على الله. احنا بلدنا بلد طيبة، بلد رجال، ما نفرطوش فيها بإذن الله عز وجل مهما كان، مهما كان يا أحبة رسول الله. إذا كان مسؤول أخطأ أخطأ نفسه، بس هذه الأرض مسقية بدم الشهداء، فيها بركة. يكفي شرفا أن تكون لمة القادة الفلسطينيين كل لمتهم هنا، ولذلك الجزائر مستهدفة. الملاعين وقفوا أمام جثة عربي بن مهيدي عليه رحمة الله، داروا للتحية، يدير التحية العربي بن مهيدي هو ممدود ميت شهيد. قال لو كان عندي 10 مثل العربي بن مهيدي لاحتللت العالم كله، باش تشوفوا قيمة الثورة اللي نساها الناس. حتى ثورتنا ناس تحشم تهضر بها، تحشم أعظم ثورة في القرن العشرين، ثورة الجزائرية التي استلهم منها طوفان الأقصى. يقول لك كي يموتوا الشهداء، يقول لك الجزائر ضحت أكثر منه، 45,000 شهيد في يوم واحد. أجمع هذا مش كلام للتسويق، ومش كلام شعبوي، ومش كلام سياسي، ومش كلام مش يقولوا قالوا، رانا نقولوا في حقائق. شهادة لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه شهادة لله. يكفي أن تتأهل فلسطين وش يقولوا، قالوا الجزائر الدولة الوحيدة اللي بقد دعمنا ماليا وماديا، كل هربوا العرب خافوا من النصارى. الجزائر قلت لهم لا لا، وفي مجلس الأمن الجزائر يتنافع والدافع. أمين أمين. سهلة جماعة بالشوكف قدام الأمريكان، ممكن أنا قاعدين احنا كشعب نتكلموا برك، أي حرب كبيرة قايمة على الجزائر، أمي السهلة باش تكون مسؤول وتقول لا لأمريكا. عدوك العرب والغرب، والغرب العدو تاعنا احنا المسلمين والجزائريين، عدونا العرب والغرب مع بعضهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صلوا على الحبيب.